بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأخطاء شائعة عند تلاوة القرآن الكريم سورة الأنفال في الآية رقم 13، قال تعالى: ومن يشاقق الله، يخطئ من يقرأ يشاقق بقاف واحدة مشددة، يقول يشاقي، والصواب القراءة بقافين، مأخوذ من شق العصا وجعلها فرقتين. في الآية 32 قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يخطئ من يقرأ الحق بضم القاف يقول الحق والصواب فتحها، فانتبهوا لها بارك الله فيكم، هذا هو الحق من عندك. في الآية 34 قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. يخطئ من يقرأ يعذبهم بسكون الباء، يعذبهم، يسكن الباء وأيضا يجعلها مقلقلة والباء مفتوحة، فانتبهوا لها، يعذبهم، ولينتبه القارئ إلى الهمزة في أولياءه، إن أولياؤه، الهمزة الأولى مفتوحة، الهمزة الثانية كما تلاحظون مضمومة، فانتبهوا. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. في الآية 35 قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت، إلى آخر الآية. يخطئ من يقرأ صلاتهم بفتح التاء يقول صلاتهم، الصواب ضمها صلاتهم، تهم، انتبهوا لها بارك الله فيكم. في الآية 41 قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يخطئ البعض فيقرأ فأن بكسر الهمزة يقول فإن، والصواب فتح الهمزة، فأن هكذا وليس فإن، فانتبهوا لها بارك الله فيكم. في الآية 42 قال تعالى: ولو تواعد أنتم لاختلفتم في الميعاد. يخطئ من يقرأ تواعدتم بإظهار الدال والصواب إدغامها في التاء هكذا كما تلاحظون أمامكم، تواعدتم إدغامها، انتبهوا لها، لا تقرأ تواعدتم، تواعدتم، هذا خطأ، الإدغام هو الصواب، تواعدتم. في الآية 48 قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. يخطئ من يقرأ، طبعا نحن نقرأ في رواية حفص بارك الله فيكم، وإذ زين بإدغام الذال في الزاء يقول وإذ زين، وإذ زين، هذا خطأ، الصواب الإظهار، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. وتأتي هنا أهمية التلقي والمشافهة. في الآية 50 قال تعالى: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون، إلى آخر الآية. يخطئ من يقرأ الملائكة بالنصب فيتغير المعنى، فانتبهوا، يقرأ الملائكة وهي مضمومة، الملائكة، الصواب بالرفع لأنها فاعل. في الآية 56 قال تعالى: الذين عاهدت منهم. يخطئ البعض فيقرأ عاهدت بإظهار الدال، عاهدت، عاهدت، هذا خطأ، والصواب إدغامه إدغاما كاملا، عاهدت، عاهدت. في الآية 58 قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء. يخطئ البعض فيقرأ فانبذ بضم الباء والصواب كسر الباء، يقول فانبذ، فانبو، خطأ، فانبي كسر الباء. في الآية 61 قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يخطئ البعض فيقرأ للسلم بكسر السين، للسلم،
والصواب فتحها للسلم هكذا. في الآية 66 قال تعالى: الآن خفف الله عنكم. يخطئ من يقرأ الآن بمد الهمزة الأولى فتصبح استفهامية، يقرأها الآن هكذا، والصواب قطعها الآن بدون استفهام، الآن خفف الله عنكم. في الآية 72 قال تعالى: ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء إلى آخر الآية. يخطئ البعض فيقرأ ولايتهم بكسر الواو، يقول ولايتهم، والصواب فتح الواو وولايتهم. في الآية 75 قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. أول التوبة قال تعالى: براءة من الله ورسوله. بين آخر الأنفال وأول براءة ثلاثة أوجه ننتبه إليها: الوقف مع التنفس، الوقف مع التنفس، يعني إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى آخر الآية. الوجه الثاني السكت من غير تنفس، ويجوز مع كل منهما القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض والإشمام، القصر مع الروم، يعني إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، من غير تنفس. طبعا هذه مهمة جدا، التلقي والمشافهة من أفواه المشايخ الأفاضل. الوصل مع الإقلاب وجميع الأوجه بغير بسملة، كيف راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا عليم تنوين، براء باء إقلاب. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى آخر الآية. هذا كل ما موجود في سورة الأنفال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم المصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.